وزاره التضامن الاجتماعي بعد مبادره حياه كريمه و100 مليون صحه، دلوقتي كمان عندنا مبادره اسمها موده، هنعرف تفاصيلها النهارده مع ضيفتنا الدكتوره رندا فارس منسق مبادره موده بوزاره التضامن. مساء الخير واهلا بيكي معانا. مساء النور على حضرتك وكل الساده المشاهدين. اهلا بيكي يا دكتور، قولي لنا ايه حكايه بقى برنامج موده؟ والله الحكاية بدأت الصيف اللي فات لما فخامة الرئيس كلف وزارة التضامن الاجتماعي في أثناء المؤتمر السادس للشباب بجامعة القاهرة بالبدء في إعداد برنامج للمقبلين على الزواج. ليه ده حصل؟ لأن الحقيقة معدلات الطلاق زي ما حضرتك تفضلتي وأشرتي يعني أصبحت كبيرة جدا. يمكن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وضح أن كان في سنة 2017 198 ألف حالة طلاق بمعدل 542 حالة يوميا، ده رقم حقيقي كبير جدا. 38% الحقيقة من هذه الحالات بتتم خلال أول 3 سنين من الزواج. من هنا بدأت وزارة التضامن الحقيقة على الفور في دراسة هذا الملف، دراسة تجارب دولية، دراسة تجارب هنا جوه مصر بتتم، وبدأنا نشوف إيه احتياجاتنا. طبعا هدفنا الحقيقي والأساسي هو الحد من معدلات الطلاق على مستوى الجمهورية، وده من خلال ثلاث حاجات. أول حاجة هو توفير المعارف الأساسية للشباب المقبل على الزواج، وده سن المرحلة ما بين 18 ل 25 سنة. ثاني حاجة هو الارتقاء بخدمات المشورة والدعم الأسري، عندنا 171 مكتب مشورة وده تابع لوزارة التضامن الاجتماعي على مستوى الجمهورية، هنحاول ان احنا نرتقي بيه لان ده الحقيقة يعني بيستهدف تحديدا بقى الزوجين الجدد. الفترة الأولى بتبقى محتاجة كونسلنج كتير، يعني احنا بنتابعهم قبل الزواج وحتى لما يبدأوا زواج. بالتأكيد. طيب في محور تالت طبعا هنحقق من خلاله هو تفعيل جهات فض المنازعات، دي تبع لوزارة العدل، كل محكمة أسرة فيها مكتب بمعدل 212 مكتب. المكاتب دي برضو بتبقى مهمة جدا لأن دي للأزواج اللي وصلوا لمرحلة ان هم فعلا عايزين يتطلقوا، وممكن تكون الاسباب بسيطة جدا وحلولها بسيطة، ولكن للأسف زي ما بنقول دايما ان احنا النهاردة حصل اختلاف كده في المجتمع ان الناس بتستسهل انها تتطلق عن ان هي تواجه مشاكلها. فبالتالي جهات فض المنازعات دي مهمة جدا ان احنا نرتقي بالكوادر التي بتعمل فيها، بيكون في اخصائي نفسي واخصائي اجتماعي بيقعدوا مع الزوجين قبل ما يتطلقوا فعليا وبيكتبوا زي تقرير كده لمحكمة الأسرة، ممكن يتم التعامل ومحاولة لحل المشكلة اللي بين الزوجين بدل ما نستسهل ونتطلق. طيب خلينا ناخد الموضوع بقى من البداية، دلوقتي في عندي مثلا اتنين مقبلين على الزواج، ايه الإجراءات بقى اللي هيعملوها؟ احنا طبعا اول حاجه حطينا ماده علميه. هل ده بقى شرط اساسي للزواج؟ لا، هو غير الزامي حاليا لان بالزبط. احنا طبعا في مرحله تجريبيه الفتره من مارس 2019 لنهايه هذا العام الدراسي، لان هو بينفذ داخل الجامعات وهنيجي لده. هي فتره تجريبيه للمشروع وده على مستوى ثلاث محافظات فقط. بنحاول ندرس ونشوف الماده اللي احنا حطيناها التدريبيه كافيه ولا محتاجه تطوير. الفتره الصيف اللي جايه هتكون مرحله تقييم وتطوير المادة، ومن سبتمبر 2019 ان شاء الله مع العام الدراسي الجديد هيكون في تعميم على مستوى 27 محافظة. ايه هو البرنامج التدريبي ده ومين المستهدف فيه؟ طبعا احنا بنستهدف 800,000 شاب وشابة سنويا. ايه تقسيمتهم؟ في 480,000 طالب وطالبة اثناء العام الدراسي النهائي من الجامعة، تمام. عندنا كمان 250,000 مجند سنويا سواء بمعسكرات الداخلية أو معسكرات القوات المسلحة، بالإضافة ل 52,000 مكلف بالخدمة، ودول تابعين لوزارة التضامن الاجتماعي. طيب البرنامج ده كان عبارة عن إيه اللي احنا حطيناه؟ احنا حبينا نحط كده برنامج يكون فيه حزمة من المهارات وبيوفر المعارف الأساسية لكل المقبلين على الزواج عشان نساعدهم. جبنا خبراء اجتماعيين ونفسيين وأطباء ورجال دين، وحطينا بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان مكون علمي. المكون العلمي ده بيتكلم على الجوانب الاجتماعية للأسرة، تمام. أهم ما فيه التواصل الإيجابي، مهارات الوالدية الإيجابية لأن دي طبعا مهمة جدا، تقبل الآخر والاختلاف، أسس حل المشكلات المختلفة وخطواتها، العنف الأسري وتأثيره على الزواج وعلى الأبناء، الإدمان والتعاطي لأن ده برضو مشكلة كبيرة طبعاً. جدا لما درسنا وبصينا على الملفات في نسب طلاق مش قليلة بسبب الإدمان. العنف وبسبب الإدمان طبعا. في جانب طبعا خاص بالدين اللي هو طبعا فترة الخطوبة وضوابطها، الواجبات والأدوار لكل من الزوج والزوجة في الشريعة الإسلامية،
الذمة المالية للزوجة، في جزء صحي طبعا أيضا عن فترة الحمل وطبيعة فترة الحمل، لأن الزوج بيبقى مش عارف ولا على دراية بالست بتمر إيه بيولوجيا وسيكولوجيا، وممكن في الفترة دي بيبقى فيها مشاكل كتيرة جدا. الجزء الخاص بالزواج المبكر، لأن ده طبعا منتشر جدا في مصر، يمكن سن الزواج بيبدأ من 12 سنة أطفال بيتجوزوا. طبعا ثقافة جنسية دي برضو بتبقى تابو، ولكن برضو ممكن بيبقى فيها مشاكل لو مش مفهومة بشكل جيد. احنا حاليا اللي احنا بنعمله في هذا الجزء ان احنا في مرحلة تدريب اعضاء هيئة التدريس اللي هينزلوا وهيطبقوا بشكل تجريبي على مستوى 5 جامعات. هنبدأ نعمل ده بشكل ميداني، نشوف الأشخاص اللي هيقبلوا على الزواج ونبدأ إننا نفعل البرنامج معاهم. هو ده هيبقى في الجامعات بشكل أساسي، لأن المرحلة النهاية خلاص هو بيبقى مقبل على الزواج. المجندين برضو بيبقوا برضو في مرحلة الـ خلاص، يعني خلص تعليمه وخلاص هيبتدي يتجوز، المكلفين بالخدمة هكذا. دي هتبقى طريقة احنا بنعمل الوصول. ايه؟ هل نعمل دراسة سيكولوجية لطبيعة الفردين ونشوف مدى يعني القدرة على ان هم يكملوا حياتهم مع بعض؟ شوفي حضرتك، هو طبعا لا، مش دراسة، هي بس بتبقى هو عبارة عن برنامج وقائي بنفهمه أسس اختيار شريك الحياة إيه؟ لأن برضو نخلي بالنا أن في شباب كتير قوي بيبقوا داخلين على الزواج ومش فاهمين إيه هو الزواج. صحيح. متخيلين أن هي رحلة ظريفة كده بيقضوها، هو ولما بيدخلوا بيتفاجئوا بالواقع. مهم جدا أن أنا لما باجي أختار شريك حياة لازم قبل ما ببص للمميزات انا ببص على عيوبه اول حاجه، واذا كنت انا هقدر اتعايش هي دي الاساس. بس الثقافه دي مش موجوده عند كل الفئات، يعني انا متاكده ان في فئه هتواجهوا صعوبه معاها شديده جدا جدا. انا عايزه اقول لحضرتك ان للاسف فتره الخطوبه بتبقى كلها تمثيل، كل واحد بيحاول يبين افضل ما عنده، دي اكبر خطا بيغلطوه في حق نفسهم، لان بعد كده بنصطدم بالواقع، الاقنعه كلها بتنزل. طيب خلينا نمشي واحده واحده في البرنامج. ودلوقتي مثلا هناخد نموذج، تم حضراتكم قابلتوا شاب وفتاه هيقبلوا على الزواج واتكلمتوا معاهم وفهمتهم التفاصيل كلها، وبعدين في كشف صحي او في اجراءات طبيه يعني طبعا بيها. احنا هنحاول ان احنا نرفع الوعي ان انتم محتاجين تعملوا ده، ولكن زي ما قلنا هو ليس الزامي، مش الزامي، بما ان احنا في فتره تجريبيه وعلى مستوى بس 3 محافظات ما اقدرش اعمل برنامج الزامي. لا هو اللي انا اقصده انه هل مثلا لو الباحث اللي مسؤول عن الحالتين دول مع الكلام اكتشف ان الحالتين دول لا يصلحوا ان هما يتزوجوا لاي سبب من الاسباب، وانتوا قلتوا ان مش هينفع الزواج وهما مصرين، هل حضراتكم لا هو ده مش موجود؟ لا لا ده مش موجود، مش موجود عندكم. ده برنامج تدريبي بيتم على مستوى الجامعات والمؤسسات يعني التدريبية، يعني بنرفع مهارات، بنوعي وقائي الى حد كبير. فعلا في ناس مش عارفين يعني ايه زواج، مش عارفين ايه اسس اختيار شريك الحياه، مش عارفين حاجات كتير قوي، برضو غياب الواعظ الديني والوازع الديني سوري والحقوق والمسؤوليات في الشريعه دي بتسبب مشاكل. فهم لما قبل ما يتجوزوا يبقوا على درايه بده، ده في حد ذاته خطوه مهمه جدا ليهم. انما جزئيه بقى ان قبل ما يتجوزوا لازم نخضع لا ده مش لسه موجود، ده يعني لسه. وبرده احنا كمرحله تجريبيه احنا لسه في قيد التجربه، في قيد التطوير. زي ما قلنا فتره الصيف هتبقى هنشوف ايه احتياجاتنا، ممكن نطور بشكل مختلف خالص مع نهايه الصيف القادم. احنا قلنا هنبدا في اي محافظات؟ احنا هنبدا على مستوى 3 محافظات، القاهره والاسكندريه وبورسعيد. وطبعا فبراير اللي فات كان في بروتوكول تعاون ما بين وزاره التضامن ووزاره التعليم العالي لتنفيذ برنامج التدريبي على مستوى 5 جامعات، القاهره وعين شمس وحلوان، بالاضافه طبعا لجامعه اسكندريه وجامعه بورسعيد. ليه اخترنا ال3 محافظات دول؟ لان الحقيقه ان دول كانوا المحافظات الاعلى في معدلات الطلاق. ليه؟ فحبينا نبدا بيها. ليه؟ لما بتتابعوا بتشوفوا اسباب الطلاق وانتشارها الفتره اللي فاتت، ليه الناس ما بقاش عندها القدره طبعاً ان هي طبعاً تستمر او 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 تكمل؟ مبدئيا اشمعنى القاهره واسكندريه وبورسعيد؟ ده هيجيبنا ليه برضو. معدلات الطلاق تقريبا اولموست ضعف في الحضر عن ما هو في الريف.
ما زال الريف كلمة الطلاق صعب. صعبة. الخطوة بتتاخد الترديشنال والظروف والتقاليد والعادات وكل ده بالظبط. الست بتروح تشتكي تقول لها لا عيب يا بنتي اتحملي بيت جوزك وعشان ولادك وعشان النهارده احنا الفكرة هنا الانفتاح الشديد والاسباب بتختلف. يمكن مثلا الفئات الغنيه بيبقى في استخفاف واستسهال جدا بالطلاق، في غياب لفهم الدور والواجب لدى كل من الزوجه والزوج على فكره. الاثنين ما بيبقوش فاهمين. في طمع ان انا عايزه اكتر. الموضوع بالنسبه لهم ايه مشكله ان انا اتطلق، ومش على درايه بابعاد الموضوع ده وتاثيره على الاطفال. يمكن فخامه الرئيس كمان لما اتكلم عن هذه القضيه في المؤتمر اتكلم ان في 9 مليون طفل محرومين من الاستقرار الاسري بشكل رسمي، يعني اسر في طلاق ما بينهم، ولكن في 15 مليون طفل تاني محروم نظرا لوجود انفصال خفي. يعني في اسر بالفعل متجوزين ولكن الاطفال حاسين قد ايه الام والاب منفصلين بس تماماً. الفريم الاجتماعي موجود لكن الفريم موجود، وده الحقيقه خطر جدا، ناقوس خطر. لان طبعا احنا ولادنا النهارده النت زي ما حضرتك عارفه السيطره عليها بقت صعبه. فطبعا في الحضر الوضع مختلف جدا. يعني خليني اقول لك طبعا غياب مهارات التواصل الايجابي. يعني احنا النهارده ممكن الزوج يبقى قاعد بيتناقش مع زوجة في موضوع، هو بيتكلم في سكة وهي بتتكلم في سكة، لا مفيش تواصل ايجابي، مفيش يعني مفيش فوكس ان احنا عايزين نطلع بالمناقشة دي. ما دي مهارة. طيب. وده اللي احنا بنحاول نعمله. بس اكيد عندنا برضو سبب مين هو اللي زود معدلات الطلاق مؤخرا، طبعا لان هي زادت طبعًا حتى في الثلاث محافظات اللي حضرتك اشرتي اليهم. طبعا زي ما بقول إيه لحضرتك المجتمع اختلف، ما عادش في فكره ان لا خليكي في بيت جوزك حمي. طبعا حسيت. وبعدين النهارده اصبح في مشاكل هايفه جدا بيطلقوا عليها. يعني انا عايزه اقول لحضرتك يمكن الاسبوع اللي فات كنت في برنامج زوم بيتصل بيبكي هو اجازته يوم الجمعه بس، فبيقترح على مراته بدل ما تروحي تزوري اهلك يوم الجمعه روحي له مثلا السبت او الاحد او الاثنين. خدت طفلها 4 شهور ومشيت وسابت له البيت، حرم الطفل من باباه. فهي دي بقى احنا للدرجه دي مش قادرين. المجتمع بقى مفيش مرونه، مفيش طاقه تحمل، مفيش رضا. على فكره الرضا والقناعه يمكن ده انا من وجهه نظري المتواضعه وليس بحث، غياب الرضا والقناعة داخل المجتمع المصري خلى كل حاجة سهلة. الناس ماشية بتخانق بعض. طبعا احنا مش بنعمم، ما زالت هناك نماذج جيدة. في غياب للقدوة داخل المنزل، شكل الأب والأم ايه؟ طب احنا عرفنا ازاي ان الست لازم تاخد بالها من بيتها؟ انت اكتسبتيها بالغريزة من رؤيتك ومشاهدتك للأب والأم داخل الأسرة. ما فيش القدوة دي، ما عادتش موجودة بالشكل الجيد. أثناء التفاعل في الملف ده هل قابلتي حالات من السيدات بيبقى أو من الفتيات بيتجوزوا عشان الخلفة فقط؟ لا احنا طبعا ما قابلناش حد وان اون وان، هي كانت كلها ديسك ريفيوز وكان في فوكس جروبس من خلال خبراء. ما اقدرش احط يعني ايدي على حاجه محدده، ولكن يمكن اعلى حاجه في معدلات الطلاق يعني لقينا ان نسب الخلع عاليه جدا. يعني معنى كده نسب الخلع معنى كده ان السيدات في مصر هم اللي بيقدموا على خطوه ان هي تنفصل او ما عندهاش القدره ان هي تكمل الحياة. جزء كبير منها وبتبقى مستبيعه ومش عايزه حتى حقوقها، يعني لا خلاص احنا ننفصل تماما، مفيش اي مشكله. دي طبعا مشكله كبيره جدا. العنف الاسري مشكله كبيره جدا. يعني لا هي ابعادها كتيره، ابعادها كتيره. وبعدين هو في انحدار اخلاقي بشكل عام. طب مش برضه. انا معلش الكلام خلاني، هل المراه كل ما خدت حرية أكتر وتقلدت المناصب أكتر والمجتمع قدرها أكتر ده في علاقة عكسية بين وبين ترابطها وارتباطها بأسرتها واستقرارها كزوجة؟ لا يعني شوفي أنا هقولك حاجة، ما نقدرش نقيسها كده. في سيدات ناجحات جدا في عملهم وناجحات جدا كأم وكزوجة. تمام. ده لكن لما نيجي نقارن البني آدم نفسه أنا فهمك وتعامله مع الموقف. طبعا أنا بتكلم في أنه تعالي نقارن نسب الطلاق من 20 سنة أو من 30 سنة أكيد كانت أقل. في المقارنة إحنا كسيدات أو كفتيات دلوقتي عندنا مساحة من الحرية
اكتر ومع الوقت بناخد مساحات اكتر، مساحات استقلاليه اكبر. هل في علاقه بين الاثنين؟ بصي، هو اكيد الاستقلال المادي ليه دور، لان زمان كنا دايما نسمع مثلا طب الراجل قاهرها تقول لك طب انا هروح فين ولا مين هيصرف عليا، اديني قاعده بالعين. النهارده بتقولوا لا، مع الف سلامه، انا عندي حياتي ومستقله واعرف اعيش كويس قوي. فده برضو يعني زود حته ان ايه، الكلمه بقت سهله. برضو في ازواج كتير جدا ما عندهمش استعداد ان هم يتحملوا المسؤوليه، ودي حاجه ظاهره واصبحت موجوده بشكل كبير جدا. عايز يحمل كل حاجه على المراه، غياب فهم للادوار، يعني إن مين المفروض يعمل ايه، الموازين الى حد كبير متلخبطه. متلخبطه.